بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض المنهج بتاعنا Database Fundamentals 502. كنا خدنا أول محاضرة جزء بسيط، وإحنا ما زلنا في Part 1 اللي هو بيتكلم عن Database Concepts. خدنا المرة اللي فاتت إيه الفرق بين Data والInformation، خدنا تعريف إيه هي Database، تمام، وخدنا كمثال ليها الاوراكل، وبعدين خدنا ايه هو الدي ام اس، تمام، وخدنا امثله اخرى. اكتفينا بالقدر ده عشان بس يبقى مجرد ايه ستارت اب لينا في المنهج. طيب تعال ناخد بقى حاجه النهارده اسمها الكاركترستكس اوف داتابيز مانجمنت سيستم. ايه هي المزايا او الخصائص بتاعه نظام إدارة البيانات أو نظم إدارة البيانات؟ اتفقنا يا جماعة المرة اللي فاتت إن الدي بي ام اس هو عبارة عن السوفت وير اللي بيسمح لي إن أكريت وأعرف وأعالج وأضيف يوزرز وأخزن وأعمل كل العمليات الخاصة بالداتابيس. يعني بالآخر البرنامج اللي بيعمل كل حاجة في الداتابيس من أول الكرييت لحد الإنهاء. خلاص، زي ايه قلنا؟ زي مايكروسوفت اكسس وسيكوال واوراكل واي بي ام دي بي 2 وغيرها كتير، يعني وغيرها عشرات البرامج من الدي بي ام اس. عايزين بقى نعرف ايه الصفات المميزه او ايه السمات اللي بتميز كل هذه الدي بي ام اس. كل حاجه بيقول لك داتا ستورد انتو تيبلز، يعني الداتا بتتخزن في جداول. لو حضرتك خدت بالك واحنا بنعرف الداتابيز، خلاص قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن هي كولكشن اوف ريليتد داتا. حلو، يعني مجموعه من بيانات مرتبطه، خلاص، اورجانيزد. تعالى بقى امسك في الكلمه دي اللي هي اورجانيزد. يعني ايه اورجانيزد؟ يعني محطوطه بطريقه منظمه. هو ده يا جماعه طريقه التنظيم بتاعه البيانات، ان الداتا ستورد انتو تيبلز، ان الداتا او البيانات احطها في جداول. خلاص، عمرك ما تحط الداتا مباشره في داتابيز، لازم يكون لها وسيط. حد يقول لي طب هي مش الجداول هي داتابيز؟ لا، الجداول هي احد الاذرع، احد الوسائل بتاعه الداتا بيز. عباره كده عن ايه؟ واجهه انت بتحط فيها الداتا عشان تتخزن في الداتابيس. خلاص، يبقى الداتا is stored into tables. خلاص، التيبلز دي اللي انا اصلا بكريتها جوه الايه داتابيس. يعني لو حد من حضراتكم اشتغل على اكسس او سيكوال سيرفر او اوراكل، لازم اول حاجه الاول اكريت داتابيس. لكم مثلا اقول له كرييت داتابيس وحط وادي له اسمها، تمام. الخطوه اللي بعد كده ان على طول اكريت التيبلز، اكريت ايه؟ الجداول. ليه؟ عشان احط فيها البيانات بطريقه منظمه، بطريقه ايه زي ما قلنا اورجانيزد. خلاص، طيب واحد يقول لي طب انا احطها وخلاص، يعني انا اسجل البيانات او اخزنها بطريقه عشوائيه وخلاص؟ لا، تعالى برضو نرجع تاني للديفينيشن بتاع الداتابيس. وانا ليه بحطها بطريقه منظمه؟ عشان اقدر اعمل ريتريفينج للديتا بسهوله. خلاص، اقدر ارجع البيانات تاني او اقدر احصل على المعلومات تاني بطريقه سهله. انا يا جماعه مش بعمل داتابيز عشان جاست ان انا اسيفها خلاص، ده الاهم من كده، سهوله استعادتها او سهوله استرجاعها. فبالتالي رقم واحد الداتا ستورد انتو تيبل. طيب في حاجه تانية؟ لسه في كتير. نمبر 2 ريديوست ريدندنسي. ايه بقى كلمه ريدندنسي بقى؟ بص، زمان الداتا بتتخزن على فايلز، على ملفات، وبتتخزن بطريقه عشوائيه، فكان وارد جدا يحصل ريبيتيشن او تكرار في البيانات. يعني ممكن وليكن مثلا
داتا خاصه بشخص معين الاقيها في جدول او الاقيها في فايل كذا وفي فايل كذا وفي فايل كذا وفي فايل كذا، يبقى هو ريكورد واحد، سجل واحد وتخزن في اماكن كتير. جات لنا بقى الداتابيز او الدي بي ام اس عملت لنا حاجه اسمها نورماليزيشن، ودي ان شاء الله هناخدها بالتفصيل الممل قدام شويه. بص، هذا او هذه الخاصيه هي بتديفايد الداتا ماشي بطريقه معينه ان شاء الله هنعرفها، يعني بيخلي الريبيتيشن او الريدندنسي في اقصى درجاته الدنيا، بمعنى يعني قليل جدا 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 يكاد يكون منعدم يعني. طب ليه احنا بنقلل التكرار؟ عشان ما احنا ما نزودش الداتا على الفاضي، او ليه تكرر؟ خلاص، ما هو انت دلوقتي قسمت السيستم لمجموعه تيبلز، كل تيبل خاص بحاجه معينه. اديني مثال. حاضر، لما اجي مثلا اعمل سيستم لمنشاه تعليميه، بعمل تيبل للستودنتس، ليه؟ عشان اسجل فيه بيانات الطلبه. حلو، بعمل تيبل للكورسز اللي هي المناهج او الكورسات، ليه؟ عشان اسجل فيه الكورسات اللي الطلبه هيدرسوها. بعمل تيبل بسميه ستاف عشان اسجل كل انواع او كل الشخصيات اللي هتدرس للطلبه. حلو، ليه انا قسمتها كده؟ عشان امنع التكرار ما بين الجداول، يبقى كل جدول الداتا بتاعته مستقله ايه بذاته. خلاص. طيب، نمبر 3، داتا كونسيستنسي. يعني ايه؟ بص، هو ده مهم جدا، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان اخلي الداتا دايما وباستمرار في حالة تحديث. هتقول لي يعني ايه؟ او نسيتك. يعني مثلا تخيل كده ان الجدول ده او الداتابيز دي موجودة هنا وفي مكان تاني وفي مكان تالت وفي مكان رابع، في يوزر هنا وفي كل الاماكن عمال يدخل بيانات. حلو، هل كلها هتسمع في بعض؟ اه، هو ده يا جماعة الاستمرارية او الدقة بتاعة البيانات، ان هي دايما متحدثة. اي اضافة او تعديل او حذف بتهندل بطريقة ممتازة جدا، وبعدين بتهندل مش بتدخل من اليوزر، لا، هي بتبقى خاصية اصلا في الدي بي ام اس، يعني هي لوحدها كده بتتسيب في كل جداول، بتتشال من كل جداول، بيتحدث كل جداول باي ايه؟ باي اتسلف. اوكي؟ طيب، رقم 4، احنا لسه شغالين في ايه؟ في الكاركترستكس او المزايا بتاعت الدي بي ام اس. بص، كلها دي صفات مشتركه فيها. نمبر 4، support multiple user and concurrent access. يعني ايه؟ يعني بتخلي الدي بي ام اس بتخلي اكتر من مستخدم يشتغل عليها في نفس الوقت. خلاص، وبتساعد على الجزئيه اللي فاتت اللي هي اسمها الداتا ايه؟ consistency. خلاص، يعني بتعمل صيانه اوتوماتيك كده، ها، وبتعمل اداره لعمليه الكونسيستنسي اوف داتا، ها، لكل الجداول. يبقى اكتر من يوزر، اكتر من شخص، اكتر من مستخدم يقدر يعمل عليها اضافه، حذف، تعديل، وات ايفر، خلاص، في نفس الوقت. ده اسمه سبورت مالتيبل يوزرز اند ايه اند كونكرنت ايه اكسس. خلاص. رقم 5، كويري لانجوج، لغه استعلام. الدي بي ام اس يا اخوانا من ضمن مزاياها المهمه جدا ان في جواها كويري لانجوج، لغه يطلق عليها الاس كيو ال، ستراكشر كويري لانجوج. ان شاء الله نتعرض ليها يعني بصوره اكثر تفصيلا قدام، ان شاء الله هنعرف يعني ايه وبتتكون من ايه وبتتكتب ازاي والحاجات دي كلها. خلاص، يبقى اي دي بي ام اس بروفايد اليوزرز بكويري لانجوج. خلاص، ليه؟ عشان اقدر استخدم هذه اللانجوج، هذه اللغه ماشي، في اني انسرت داتا، ادخل بيانات، اديليت داتا، احذف بيانات، ابديت داتا،
احدث بيانات خلاص، وكمان اكريت ها داتابيز وكريت ايه تيبلز. يعني من الاخر كده من بالاستعانه بهذه الكوري لانجوج اقدر اعمل كل حاجه. اوكي طيب، بعد كده السكيورتي دي بي ام اس يا اخوانا خلاص، يعني بتبروتكت الداتا اللي جواها. طب من مين؟ من الان اوثرايزد اكسس، من الدخول الغير مصرح له. بمعنى لاحظ في معظم الداتا بيز كده خلاص بيطلب منك بعد ما بتكريتها انك على الاقل تحط لها يوزر نيم اند باسورد. دي ايه؟ دي اول بوابه، اول بوابه من بوابات الحمايه، بحيث مش اي حد يطلع على الداتا الموجوده في الداتا بيز خلاص. ماشي، غير كده يا جماعه برضو، غير كده يعني هي فيها يعني خصائص او حاجه اسمها بيرميشنز. تمام، انا بقدر كادمن ادي ناس معينه ان هي تدخل على اجزاء معينه. هتقولي مش فاهم، اقول لسيادتك حضرتك لو اشتغلت على برنامج، اي برنامج ايا كان، هتلاقي فيه كده قوائم فوق، منيوز فوق، في بعض الاوبشنز في هذه المنيوز محدش يقدر يوصل لها الا ناس معينه. هو ده اسمه يا جماعه اكسس بيرميشنز. يعني وليكن مثلا برنامج بتاع منشات تعليميه خلاص، الحسابات اللي هي يعني الماليات بتاعت المعهد يعني او بتاعت الكليه او الجامعه، يعني في حد يقدر يوصل لها الا الشؤون الماليه؟ لا طبعا. والا كان بقى كل واحد دخل ظبط المرتب بتاعه وخلاه ايه للماكسيمم يعني. اوكي، يبقى اذا دي عباره عن حاجه اسمها اكسس بيرميشنز، يعني اذون للوصول الى منطقه معينه. ده من ضمن ايه السكيورتي. اقدر اعمل حاجه اسمها ريستريكتنج يوزر اكسس، يعني اخلي اليوزر يدخل على حاجه معينه او ياكسس حاجه معينه، وبرده على النقيض ان هو ما يروحش ايه حته ثانيه، كل واحد في الحته بتاعته. نمبر 6، دي بي ام اس سبورتس ترانزاكشنز. يعني ايه يا جماعه ترانزاكشنز؟ ترانزاكشنز هي العمليات اللي بتتم والاجراءات اللي بتتم عشان اقدر يعني ايه اقدر ادير عمليه تكامل البيانات. يعني ايه الكلمه دي اللي هي داتا انتجريتي يا جماعه؟ داتا انتجريتي خلاص معناها ايه؟ معناها مثلا لو انا شغال على داتابيز في اكثر من مكان، حلو، وفي ريكورد اتشال من مكان معين لازم يسمع في المكان التاني، عملت ابديت في مكان معين لازم يسمع في المكان التاني. هو ده يا جماعه اللي هو ايه اللي هو الداتا انتجري، تكامل سواء بالاضافه او بالحذف او بالتعدد، اي نوع من انواع البيانات لازم تكون داتا بيز في اي مكان. ها، في اي مكان هي واحده. تخيل سيادتك كده انت دلوقتي شغال في بنك، والبنك ده عنده 13 فرع، هل ينفع اكونت النهارده يتشال من فرع معين والاقيه في الفرع التاني؟ لا طبعا، لازم يتشال من كل ايه؟ من كل الافرع او الفروع. خلاص؟ دي الايه الكاركترستكس او السمات بتاعه الدي بي ام اس. لسه برضو مكملين في الادفانتاجز اوف دي ام اس اللي هي المزايا، والمزايا دي يعني منها حاجات احنا قلناها من شويه، حاجه اسمها سيجريجيشن اوف ابلكيشن بروجرام اللي هو السيبريشن. يعني يا جماعه هو بيفصل الداتابيز عن الابلكيشن. هو ايه الداتابيز وايه الابلكيشن؟ بص يا ريس، الابلكيشن هو التطبيق ككل، هو التطبيق ككل خلاص. بتلاحظ في اي ابلكيشن في فولدر كده ماشي، سواء في فولدر مباشر او غير مباشر، اسمه داتا بيز. اشمعنى عمل فولدر داتا بيز؟ عشان يفصل الداتا بيز عن الابلكيشن بروجرام. طب يفصلها ليه؟ عشان دي يا جماعه هي اهم جزء، هي زي ما بيقولوا القلب النابض بتاع السيستم. دي اللي بيتحط فيها الداتا كلها، دي اللي كل شويه يتنادى عليها، دي كل اللي عمال بتحصل ايه؟ بتحصل عليها.
فما ينفعش تبقى مشتركة مع أي ملفات كده من أي نوع، لا لازم يكون لها اهتمام خاص، لازم يكون لها عملية سيبريشن عن إيه الأبليكيشن. مينيمال داتا دوبليستي أوف أور داتا دانسي برضه بيمنع تكرار البيانات، قلناها من شوية. ايزي ريتريفر اوف داتا يوزنج ذا كويري لانج، قلناها برضه سهولة استرجاع البيانات باستخدام لغة السلام. ماشي. Reduced development time and maintenance need، بمعنى الدي بي ام اس بيوفر الوقت اللازم لتطوير وعمليات الصيانه. ليه؟ لان هو من نفسه بيقوم بشويه حاجات، يعني موضوع السكيورتي هو بيدعمه لوحده، خلاص موضوع الداتا انتجريتي تكامل البيانات هو بيدعمه لوحده. ففي كثير من البروسيجرز وكثير من الترانزاكشنز هو بيقوم بيها باي ايه باي اتسلف. With cloud data centers, we now have database management system capable of storing almost infinite data. المفهوم ما بقاش اني اخزن دلوقتي على سيستم اوفلاين، لا ده الموضوع اتعدى وبقى في حاجه اسمها كلاود. ايه الكلاود دي؟ الخاصه بحاجه اسمها كلاود كومبيوتنج، الحوسبه السحابيه، اللي هي اقدر اخزن واقدر اعمل ابلكيشنز على الكلاود على الانترنت، تمام؟ بغض النظر بقى على ان عندي في الجهاز امكانيات ولا لا، انا كل شغلي على الكلاود، فبالتالي الدنيا كلها ايه افيلبل بالنسبه لي، واي مساحه للتخزين موجوده ايه موجوده او متاحه لي يعني، خلاص. تاني السيمليس انتجريشن انتو ابلكيشن، نفس الكلام، عمليه تكامل البيانات، خلاص عمليه التكامل مع لغات البرمجه، هتلاقي لغات برمجه بتتكامل وتتكيف مع الداتابيز. زي مثلا تيجي يقول لك ايه سي شارب، ايه اللي بيروح مع سيكول سيرفر؟ الجافا بيروح معها اوريكل، البي اتش بي بيروح معها ماي سيكول. ايه الحوار ده؟ هو الحوار التكامل ما بين لغات البرمجه وقواعد ايه قواعد البيانات. طيب هل لها عيوب؟ ديس ادفانتجز. هل لها عيوب؟ لها عيوب طبعا، كل حاجه لها مزايا ولها عيوب. طب ايه عيوبها؟ رقم واحد اتس كومبلكسيتي، التعقيد. يعني ايه؟ هي ليه معقده؟ ما احنا قلنا الداتابيز بيتقسم لجداول، والجداول بحط فيها البيانات، ما الدنيا سهله اهي. نو سيادتك بتتكلم على داتابيز مكونه من 4 5 6 جداول، دي ما فيهاش اي كومبلكسيتي، خلاص دي حاجه بسيطه. لكن سيادتك في السوق وبرامج قويه بتلاقي فيها اكتر من 200 300 جدول، هتعرف تتحكم فيهم ازاي؟ هتعرف تعمل ريليشن شيبس بينهم ازاي؟ علاقات، خلاص. ايه ده في علاقات؟ احنا قلنا الداتا بيز هي عباره عن مجموعه جداول ريليتد. يعني ايه ريليتد؟ يعني لها علاقه ببعض، في ارتباط، خلاص. فاول حاجه ايه؟ كومبلكسيتي. طيب ايه تاني؟ الكوست، الهاي كوست، التكلفه العاليه. ليه هاي كوست؟ لان سيادتك في حاجه اسمها لايسنس. يعني ايه لايسنس؟ في رخصه، لو انت عايز تشتري الاوراكل بتشتريها بلايسنس، عايز تشتري سيكو سيرفر في لايسنس، ماشي. واحد بيقول طب انا معايا كراك وربنا بيكرم، دي بقى طرق الليجال يا اخوانا، دي طرق الليجال يعني غير شرعيه. الوحيده الكويسه كده وفري ماي سيكوال، ماي اس كيو ال، خلاص، اللي هي دائما يعني بتستخدم في الويب، دي اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ مفتوحه المصدر، ممكن سيادتك تضيف عليها موديول، تضيف عليها حاجه، فطالما هي اوبن سورس يبقى هي فري، يعني متاحه للجميع، ما عليهاش ايه لايسنس. لكن فيما عدا ذلك كله لايسنس، واللايسنس بتختلف حسب عدد الافراد اللي بيستخدموا هذا البروجرام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما تروح تعمل لايسنس لاوراكل، هل 1 يوزر لايسنس زي 100 لايسنس؟ لا، ممكن تلاقي مثلا سعر ال1 يوزر مثلا، يعني اديك فور اكزامبل، تلاقي 1000 جنيه. ال 100 ل 100 مثلا هتلاقيها مثلا 20000 جنيه. ل 1000 تلاقي الموضوع راح في حته ثانيه. خلاص؟ طيب ايه تاني؟
they are large in size، كبيره في الحجم. هتقول لي ها يا عم والله ده انا عملت داتابيز لشركه وما خدتش 100 ميجا 200 ميجا، كبيره في ايه؟ ما تحكمش على داتابيز اول ما تكريتها وهي فاضيه من البيانات، احكم عليها بعد سنتين ثلاثه. حاول كده ما تبقى هتلاقي داتابيز تعدت ال 400 500 جيجا ورايحه للتيره. هتقول لي ايه ده ايه ده، في داتابيز واكتر بكتير كتير. خلاص، فطبعا انت بقى ايه توقع استورج او توقع مكان تخزين كبير للداتابيز، وحاليا ما عادش يمثل عائق بصراحه. لسه قايلين الكلاود يا باشا، انفاينايت داتا، هات داتا لا نهائيه وخزن واعمل اللي انت عايزه، انت معاك كلاود رئيس. بس طبعا كله بحسابه، كله بحسابه. دي ابرز ايه يا جماعه، ابرز العيوب بتاعه الدي بي ام اس. طيب كويس قوي، يبقى احنا يعني لحد دلوقتي خدنا الكاركترستكس السمات بتاع دي بي ام اس، وخدنا الادفانتاجز والديس ادفانتاجز، العيوب والمزايا. تعال بقى كده نتطرق للكومبوننتس اوف دي بي ام اس. ايه بقى اللي هي مكونات، بتتكون من ايه؟ خلاص احنا ماشيين واحده واحده كده للداتابيز. خدنا يعني داتا، يعني انفورميشن، يعني داتابيز، يعني دي بي ام اس، ايه مزاياها، ايه عيوبها، ايه السمات بتاعتها. وحاليا بقى ندخل واحده واحده كده عن قرب للاستراكشر بتاع الدي بي ام اس. دلوقتي عايزين ناخد ايه، ايه هي الكومبوننتس او الميجر كومبوننتس للدي بي ام اس. عندي يا جماعه 6 كومبوننتس، 6 مكونات. ايه هي؟ عندي هاردوير، عندي سوفت وير، عندي داتا بروسيجرز، داتا بيز اكسس لانجويج، واخيرا اليوزرز. وده شكل بيوضح الانتراكشن او التفاعل بين الست ايتمز او الست كومبوننتس بتوع الدي ام اس. عندي من تحت كده اليوزر، تحت كده اليوزر هو عباره عن بيدخل داتا للسوفت وير. السوفت وير ده اللي هو بيخزن على هاردوير. في العمليات اللي رايحه جايه اليوزر بيعملها على السوفت وير باستخدام داتابيز اكسس لانجويج اس كيو ال. وفي عندي عمليات لوجن ولوج اوت وباك اب بيعملها اليوزر اسمها ايه؟ بروسيجرز. ده ملخص الشكل. تعال بقى كده ناخد الايه؟ الموضوع واحده واحده. اول مكون عندي من المكونات السته اسمه الهارد وير. اسمه ايه؟ الهارد وير. طبعا عارفين احنا الهارد وير اللي هو كل الايه؟ الفيزيكال كومبوننتس، كل المكونات الماديه. خلاص؟ طيب. طب دلوقتي بقى بنوصل بالهاردوير في داتابيز ايه؟ هل هو الاستورج اريا، اماكن التخزين، ولا ايه بالظبط؟ يعني اول وهله يا عم الهارد ديسك، الفلاش ميموري، اكسترنال هارد ديسك، السيرفر، تمام، الاس اس دي، الاتش دي دي، دي كلها استورج يونتس، وحدات تخزين. حلو، بس هل ده المقصود بالهاردوير؟ طبعا ده اهم المكونات، ده اهم المكونات. ولكن اي حاجه انا بستخدمها في الداتابيز انا بقصد بيها الهاردوير. يعني لما اجي انتر داتا بالكيبورد يبقى الكيبورد هاردوير. لما استخدم الميموري بتاعت الجهاز سواء رام او روم دي برضو هاردوير. يبقى مش قاصره فقط على اماكن التخزين، لا، هي بتشمل كل الفيزيكال كومبوننتس عشان اعمل داتابيز قوي. رقم 2 السوفت وير. سوفت وير هي عباره عن البروجرامز اللي بشتغل معاها. فدي ام اس اصلا هي سوفت وير، هي اصلا برمجيات او برنامج. خلاص، هذا البرنامج اقدر من خلاله اقدر اعمل انترفيس واجهه عشان ادخل بيانات واخزنها واقدر اكسس عليها واقدر احدثها واقدر اعمل كل العمليات في الداتابيس. خلاص،
يبقى دي ميز سوفت وير از كيبل اوف understanding database access language and interpret it. بمعنى ال DBMS عبارة عن software يقدر يخليني اتعامل مع database وجواه SQL او access language اقدر اتعامل معها وادخل بيانات واستدعيها واعمل كل ايه كل العمليات. طيب number three اللي هي الداتا. الداتا يا جماعة هي ال الحاجة اللي انا بصمم عشانها دي ميس. وانا بعمل جداول ليه وبكري داتابيز ليه؟ عشان احفظ ديتا. طب وبعد ما حفظتها ابدا استخدم الديتا، وبعد ما استخدمتها ابدا ارجع الديتا. خلاص دي كلها ايه؟ دي كلها العمليات اللي بتحصل ايه للديتا هو إيه؟ الداتابيز. خلاص طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها البروسيجرز. ايه يا جماعه البروسيجرز؟ دي عباره عن شويه تعليمات كده عامه عشان استخدم الدي بي ام اس. بمعنى انا حاجات بعملها او تعليمات بعملها اني اسطب او انستول الدي بي ام اس، بسطب سيكول سيرفر، بسطب اوراكل. دي بروسيجر. طيب ادخل على داتابيز لوجن، دي بروسيجر. اخرج منها لوج اوت، دي بروسيجر. خلاص اعمل باك اب، اعمل نسخه احتياطيه. خلاص اعمل تقرير، دي كلها اسمها ايه؟ بروسيجرز. يبقى البروسيجرز هي عباره عن التعليمات او الاوامر العامه اللي انا بعملها عشان استخدم الدي بي ام اس. اوكي طيب نيجي بقى لحاجه اسمها داتابيز اكسس لانجويج. يا اخوانا عباره عن ايه بقى؟ زي ما قلنا قبل كده عباره عن سيمبل لانجويج ديزاين تو رايت كومنتس تو اكسس انسرت ابديت اند ديليت داتا ستورد ان اني داتابيس. بمعنى لغه بسيطه وسهله اللي هي الاس كيو ال اتعملت عشان اكتب مجموعه اوامر اقدر من خلالها اصل للبيانات وادخل بيانات جديده واحدثها واحذفها والحاجات دي كلها. الحاجات دي ان شاء الله هناخدها عملي. بص يعني هناخد لغه اس كيو ال عن طريق الكوماندز او عن طريق ستيتمنتس هقدر اكريت واقدر انسيرت واقدر ابديت واقدر اديليت ايه داتا في داتابيس. خلاص اي يوزر كان يعني كان رايت كومنتس ان داتابيس اكسس لانجويج اند سبميت ات انتو دي بي ام اس فور اكسكيوشن. بمعنى بيكتبها ويبدا يبعتها للدي بي ام اس عشان تنفذها، عشان تنفذها فيقدر من خلالها يكريت داتابيس، ويقدر من خلالها يكريت تيبل، ويقدر من خلالها يضيف بيان انسيرت داتا، يضيف بيانات فيتش ستورت داتا، يرجع البيانات المخزنه، يابديت داتا، يديليت داتا. كل هذه يا جماعه التعليمات او الترانس اكشنز ممكن يعملها ايه باي يوزنج اكسس لانجويج. خلاص طيب اخر بقى مكون حاجه اسمها اليوزرز. حاجة اسمها اليوزرز. اليوزرز من اسمها يا جماعة اللي هم المستخدمي الدي بي ام اس. ايه ده؟ هو مش يوزر واحد؟ لا ده كتير وانواع كتير. اهمهم على الاطلاق اللي هو داتابيز ادمنستريتور، اللي هو مدير قاعدة البيانات. هذا الادمن يا اخوانا او هو بيسموه الدي بي ايه اختصار داتابيز ادمن، ده اللي يقدر يتحكم في كل الداتابيز، يقدر يعمل السكيورتي بتاعتها، يبقى عنده الـ كل الاوبشنز ان هو يتحكم في كل الاكونتس بتاعه اليوزرز التانيين، يقدر يدي صلاحيات، يقدر يشيل صلاحيات، من الاخر يقدر يعمل اي حاجه في الدي بي ام اس. ده مين يا جماعه؟ ده الدي بي او الداتابيس ايه ادمن. تمام طيب ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها ابلكيشن بروجرامر او سوفت وير ديفلوبر. ده بقى يا اخوانا اللي بيكتب الكود، ماشي، اللي بيديزاين البارتس اوف دي بي ام اس، كريت جداول ويحط الاكواد اللازمه عشان يطلع بالايه، يطلع بالسوفت وير او داتابيس. انتهاء ب يعني اقلهم اهميه اللي هو الاند يوزر. الاند يوزر يا اخوانا هو المستخدم النهائي،
المستخدم النهائي هو الشخص اللي الحاجه بتجيله جاهزه، يعني المبرمج او السوفت وير ديفلوبر خلاص بيبدا يكريت ويديزاين ويعمل كل حاجه، والادمن بيحط صلاحيات والسكيورتي والحاجات دي كلها، وتروح للاند يوزر يلا يا عم بقى شغلتك معانا انك تدخل بيانات، هو بمثابه ديتا انتري خلاص، يعني يقدر هو يقدر يخزن ويسترجع ويحدث ويحذف كل حاجه، بس كل شغله على الديتا، ما يقدرش يدي بريفيليج او صلاحيات لاي حد، ميزه لاي حد، ما يقدرش يكريت جدول جديد، ما يقدرش يغير الاستراكشر بتاع داتابيس، هو جاست داتا انتري جوه الدي بي ام اس. اوكي يا جماعه، ارجو ان الجزء ده كده يكون يتفهم، ويعني مش هنحاول نخلي المحاضرة طويلة، يعني بحيث برضو يعني انا يعني مراعي الناس ان هم عندهم اعمال وعندهم شغلهم، فبحاول اكثف اللي انا عايز اقوله ماشي في مثلا محاضرات قصيرة يعني نص ساعة، بحيث يعني تكون سهلة في الاستيعاب، وبرضو احنا مش بناخد برضو جزء صغير، يعني في برضو جزء كبير، فانا على قد ما اقدر بحاول نوصل المعلومة بشكل سهل وبسيط ويكون فيها إيجاز إيه في الوقت. شكراً.